الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الصق في المنام. ما تنسوا نشر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية الصق في المنام يدل على حصول الرأي على الكثير من الأموال والرزق الوفير، والله أعلم. كما أن مشاهدة الصق في الحلم يدل على الأشياء الجيدة التي ستحدث في حياة الرأي، والله أعلم. إذا شاهد شخصا الصق في الحلم وكان بدون رصيد، فهناك احتمال أنه يدل على الفشل والإخفاق في الحياة، والله أعلم. رؤية الصق في المنام بدون رصيد على تحذيرية من الفشل والإخفاق الاقتصادي في حياة الرأي، والله أعلم. كما أن رؤية الصق في المنام للعزباء يدل على المهر الذي سيدفع لها، والله أعلم. كما أن رؤية الشيك للعزباء في المنام يحتمل أن يكون دليل على حصولها على شهادة علمية أو تأشيرة للسفر، والله أعلم. رؤية الصق في الحلم بشكل عام يدل على الأخبار السارة التي يحصل عليها الشخص، والله أعلم. رؤية الأرقام والأسماء في السقوق تفسير على أنها بيعة أو إتمام عقد، والله أعلم. يدل حلم الصق في المنام على توريخ وأرقام محدودة يدل على الإيجابية والنجاح في حياة صاحب الرؤيا، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل الصق في الحلم فهو بشرى خير لها ولجنينها، والله أعلم. كما أن رؤية الصق في الحلم يدل على الحمل بسلام وأنها ستكون بخير هي وجنينها، والله أعلم. رؤية صرف الشيك من البنك في المنام يدل على اضطراب المشاعر والأحاسيس، والله أعلم. رؤية صرف الشيك من البنك في الحلم، والله أعلم، يحتمل أن يكون دليل على علامة الخير وتحويل العلاقات من سلبية إلى إيجابية، والله أعلم. رؤية أخذ الشيك من شخص ما، والله أعلم، يحتمل أن يكون دليل على أنه سيقوم بالعديد من الأعمال الجيدة في الفترة القادمة، والله أعلم. إذا شاهدت شخصا يعطيك شيك في الحلم فهناك احتمال أنه قد يدل أنه تعبه ومجهوده سيكلل بشكل سمين، والله أعلم. كما أن رؤية أخذ الشيك في الحلم تدل على الراحة والإطمئنان لصاحب الرؤيا، والله أعلم. رؤية الشيك في المنام، والله أعلم، يحتمل أن يكون دليل على ضياع الأموال والفقر الذي سيحدث للشخص، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن شيكا في أن شيك في صديقه فهناك احتمال أنه يدل على انعدام الحب والصداقة والوفاء بينهما، والله أعلم. حلم الشيك في أحد الأقارب يدل على كثرة المشاكل والخلافات بينهم، والله أعلم. الشيك في الحلم، والله أعلم، يحتمل أن يكون دليل على خوف الشخص من الوقوع في خيانة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.